الموازنه هي اكبر موازنه في تاريخ العراق، لكن للاسف موازنه استهلاكيه غير منتجه. يعني الصندوق اللي ذكره دكتور عبد الرحمن صديقي العزيز، هو يعني والله المفروض ما يذكر تريليون واحد يخلط صندوق التنميه. انا كنت اتوقع انه فعلا هناك اعاده هيكله، هناك موازنه برامج، انه راح يخلون الوفر اللي هو 50 تريليون بهذا الصندوق ينشطون القطاعات الاقتصاديه. يعني اكو مثل بالانجليزي يقول لك لا تنطيني سمكه، انطيني او علمني كيف علمني شلون اصطاد. انت يعني تاسس الى شعب اتكالي الى اكثر بطاله مقنعه والى بطاله اعتياديه. للاسف يعني احنا كنا يعني بانين امال لانه تاخير الموازنه انا كنت اتوقع اكيد راح تصير اعاده هيكله، لكن صدقني نفس الموازنه وبالعكس بيها اخطاء ماليه كبيره جدا، وهي يعني فضيحه. كان المفروض تعرض على مستشارين قبل ان ترسل الى مجلس النواب، وانا اتوقع انه اللجنه الماليه ما راح تمشي موازنه لثلاث سنوات لان هي مخالفه، والارقام اللي بيها ما تعبر عن واضح سيد الصفار ونفقاتها لثلاث سنوات واضح.